بسم الله. برنامج ريفت بيديني ادوات قويه جدا عشان اقدر اتصفح الاشكال الثري دي. عشان استدعي الاداه ديت ممكن ادوس F8، بلاقي ظهر عندي زوم. الزوم بحدد نقطه بقرب منها او ابعد، الى شكل كله قرب او بعيد. تمام. في اداه تانية اللي هي الاوربت، احنا اتعودنا عليها في الاوتوكاد، بحدد نقطه وعن طريقها اخلي الشكل يتحرك حواليها زي ما شايفين دلوقتي. تمام. بلاقي في اداة حلوة اسمها ريوايند. الريوايند دي بيعمل ايه؟ لو انا صفحت كذا شكل قبل كده وعايز ارجع للمنظر فيهم، اهو برجع لاخر منظر كنت موجود فيه، بختار الشكل اللي انا مستريح نفسيا. في اداة اسمها اداة البان، دي احنا متعودين عليها، دي مجرد حاجة زي الايد بس بتحرك الشكل لحد ما اوصل الحاجة اللي انا عايزها. في اب اند داون، تمام، دي مجرد بتطلع شكل لفوق في التوب او تنزل فيه في البوتوم، لا اكتر ولا اقل. تمام. في اداة اسمها سنتر. سنتر دي بتعمل ايه؟ بحدد نقطة، هي دي بتبقى هي دي المركز بتاعت الحاجة. يعني لو انا عندي اشكال كتيرة جدا بختار نقطة معينة واقول له خلي دي اللي تركز عليها، تبقى في منتصف الشكل. تمام. يعني اهي خلي مثلا الشكل دوت هو اللي بقى في المنتصف اللوحة بتاعتي، بحيث ابدأ اركز عليها، بحيث ممكن تكون عندي اللوحة مليانة حاجات كتيرة وانا عايز جزء معين هو اللي يبقى فيه التركيز عليه. تمام. بلاقي بعد كده لوك، ده عن طريق السه بحرك الشكل اليمين وحرك الشكل الشمال بالاسهم الموجودة في الكيبورد. اخر حاجة وولك. وولك باجي شغال ما بشغلش، بيقول لي ايه the walk tool required press basic، مينفعش اشتغل في الشكل الايزومتريك. طيب اعمل ايه؟ اروح للشكل العادي واقول له انا عايز اعمل كاميرا. تمام. هبدأ كده واختار الكاميرا. تمام. اهي خلاص. هنا بقى ادوس F8 تطلع الاداة، اختار walk، اي بلاقي نفسي بتحرك بالشكل عادي كأن انا بمشي في قلب المبنى. ايه الحلاوة دي؟ تقولش بتلعب الالعاب القتالية دي اللي بيلعبوها دي؟ تحس كده ان انت بتلعب مش شغلانة، لا يعني من نص مسدس تقعد تقتل في الناس. عمرو سليم.